مرحبا، معكم عمر البحرة في حديث الكاميرا. حديث الكاميرا اليوم عن كيفية التحكم بالكاميرا والتقاط الصور والفيديو وتغيير إعدادات الكاميرا عن بعد من خلال الاتصال اللاسلكي عبر شبكة الواي فاي أو البلوتوث بجهاز الهاتف سمارت فون أو الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي بيسموه تابلت. أغلب شركات إنتاج الكاميرات مثل سوني، نيكون، كانون أنتجت كاميرات مزودة بميزة الواي فاي المدمج في جسم الكاميرا. بعض الكاميرات ما فيها هذه الإمكانية، والكاميرات اللي ما فيها إمكانية الواي فاي المدمج أنا بحاجة لأشتري إلى جهاز إضافي يمكنني من وصل الكاميرا على شبكة الواي فاي. هذا الجهاز بيختلف سعره من كاميرا لأخرى. بعض الكاميرات تستخدم جهاز واي فاي سعره بين 50 لـ70 أو لـ100 دولار. بعض الكاميرات الاحترافية الأكثر تستخدم جهاز واي فاي سعره 700 دولار أو 800 دولار وأكثر. ميزة وجود الواي فاي في الكاميرا تسمح لي بوصل الكاميرا لجهاز الهاتف الذكي سمارت فون عن طريق شبكة الواي فاي بالإضافة للبلوتوث، ولجهاز الكمبيوتر اللوحي تابلت اللي بسموه تابلت، ولجهاز الكمبيوتر كمان. لكن هي بتسمح لي بالنسبة لجهاز الهاتف والكمبيوتر اللوحي بالتحكم بالكاميرا عن بعد من خلال أبليكيشن أو تطبيق خاص نزله على الكمبيوتر على الهاتف، بتسمح لي بالتحكم بالكاميرا والتقاط الصور والفيديو عن بعد من دون الاقتراب من الكاميرا. بتسمح لي بالتحكم بكثير من مميزات الكاميرا مثل الضبط البؤري وتغيير إعدادات التعريض الضوئي وضبط التوازن الأبيض. كثير من الإمكانات ممكن تسمح لي هاي الميزة وجود الواي فاي المدمج في الكاميرا. للأسف جهاز الواي فاي المدمج في الكاميرا أو حتى أجهزة الواي فاي المنفصلة الإضافية اللي بوصل للكاميرا الصغيرة الضعيفة ما بتسمح لي بتأمين الاتصال الكامل بجهاز الكمبيوتر. تسمح لي فقط بإمكانية اتصال الكاميرا بجهاز الكمبيوتر ونقل أو تفريغ الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر فقط، أو أثناء التقاط الصور بقدر بنقل الصورة مباشرة من الكاميرا لجهاز الكمبيوتر. بينما عملية الاتصال الكامل مثل ما رح نشوفها بالهاتف الذكي تتطلب وجود أدابتر واي فاي أو محول واي فاي عالي الجودة. هذا المحول بيسمح بمميزات عالية بالإضافة إلى سرعة نقل الصور ما بين الكاميرا وجهاز الكمبيوتر، وهي العملية كتير مهمة في أثناء التصوير المتسلسل، أنه نحن نقل الصور لجهاز الكمبيوتر أو إلى مخدم FTP لازم يكون سريع بحيث أنه ما تتوقف الكاميرا عن العمل لفترة طويلة أثناء استخدام الواي فاي. من المميزات الحلوة اللي بيوفرها اتصال الكاميرا بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هي استخدام جهاز GPS أو جهاز تحديد الموقع الجغرافي أو المواقع الجغرافي الموجود في الهاتف على الكاميرا. يعني بياخد المعلومات تحديد الموقع الجغرافي من الهاتف وبينقلها عبر البلوتوث أو الواي فاي إلى الصور المسجلة في الكاميرا، وبيحط بيانات تحديد الموقع أو علامات الجيوتاج تبع GPS على الميتا داتا الخاصة بالصورة. وهي الميزة بتوفر كتير بطاريات في الكاميرا
خاصة إذا كانت الكاميرا خالية من مرآة بتستهلك البطاريات، لأنه ربط جهاز جي بي إس المنفصل بالكاميرا اللي وضع علامات تحديد الموقع على الصور بيستهلك كتير من الطاقة. جهاز الجي بي إس المنفصل الصغير اللي بنربط بالكاميرا بيستهلك كتير من الطاقة، وبالتالي بيفرغ بطاريات الكاميرا. كانون عاملة ميزة إنه حاطة بطارية منفصلة بالجهاز جي بي إس. مع ذلك نحن عنا جهاز كمان إضافي أنا في غنى عنه، بالتالي أنا دائما معي جهاز الهاتف المحمول وبستخدمه بوضع علامات تحديد الموقع. اثنين، تسمح لي الصور اللي التقطتها أنا من خلال الهاتف لكن بالكاميرا عن بعد، بتحملها الكاميرا مباشرة للهاتف إما بصورة كاملة أو بصورة بحجم صغير 2 ميجا بكسل، تسمح لي أنه أشوفها على الهاتف وأرسلها على شبكات الاجتماعية بسرعة، أو أرسلها لناس بيحتاجوا الصورة كمان بسرعة من دون ما اضطر للانتظار لتفريغ الصور من الكاميرا للهاتف. هذا كله بالإضافة لأنه إمكانية التقاط الصور عن بعد، وهي الميزة كتير رائعة، وطبعا تسمح بالتقاط الفيديو لكن مو بكل الكاميرات، ببعض الكاميرات. مثلا أنا هذا الفيديو هلأ عم بلقطه أنا من خلال جهاز الهاتف الذكي، فأنا عم شوف صورتي هون بشكل تلقائي، أو خلينا نقلبها هيك، عم شوف صورتي وعم سجل الصورة وعم تابع عملية التسجيل من خلال الهاتف. تصوير عن بعد بيسمح لي بميزة التقاط الصور للحيوانات عن بعد، هاي الحيوانات اللي هي بتخاف مني وأنا بخاف منها، وبالتالي هي ممكن تقعد في الوكر ما تطلع، ولا أقدر أنا صورها وانتظر ساعات وما أقدر صورها. بينما بكل بساطة ممكن نحط الكاميرا على حامل وروح لمسافة بعيدة وراقب الهاتف ولشوف الحيوان طلع من مكانه، وقت بيطلع مكانه بلش صور فيديو أو فوتوغراف. نفس الشيء بالنسبة للحشرات، بتأمن لي الاتصال عن بعد بحيث التقط صور من هاتف المتحرك، وتجنب الضغط على مفتاح التقاط الصور اللي بيتسبب أحيانا باهتزاز الكاميرا. مزايا كتير موجودة، واليوم حديثنا حيكون عن برنامج السناب بريدج اللي هو مخصص لكاميرات النيكون. كانون عندها برنامج، نيكون عندها برنامج أو أبليكيشن خلينا نسميه تطبيق على الهاتف المتحرك، سوني عندها، باناسونيك عندها، بنتاكس عندها. يعني الحكي اللي بدي أحكيه هلأ بينطبق على كل الكاميرات، لكن فقط بيختلف البرنامج وبيختلف في بعض المواصفات المختلفة، لكن هو نفسه. مبدئيا نحن لتحميل البرنامج منروح إلى الجوجل بلاي إذا كان عندي الهاتف الذكي تبعي بيستخدم نظام الأندرويد اللي هو مثل سامسونج، وبكتب نيكون أو نيكون سناب بريدج. وإذا كان عندي الهاتف آيفون بروح على الأبل ستور وبكتب نيكون سناب بريدج في محرك البحث تبع برنامج الأبل ستور، تفتح لي صفحة اللي فيها البرنامج، بعمل له تحميل للهاتف أو داونلود مثل ما بيسموه للهاتف، وبعمل له انستول أو إعداد، وبشغل البرنامج. بعد ما بشغل البرنامج بيطلب مني الاتصال بالكاميرا. في البداية بعمل الاتصال عن طريق شبكة الواي فاي إذا كانت كاميرتي فيها طبعا الواي فاي، إذا ما فيها بده يكون عندي جهاز الواي فاي. بهالحالة بتتصل الكاميرا بجهاز الواي فاي وبيشتغل البرنامج عن طريق شبكة الواي فاي. العملية اللي بعدها بعمل عملية اقتران ما بين الواي فاي البلوتوث
الخاص بالكاميرا والبلوتوث الخاص بالهاتف. عملية أعتقد كلكم تعرفوها، اللي هي أغلبكم يكون عنده هاتف ذكي وبيضطر يتصل بالبلوتوث تبع جهاز آخر أو إلى آخره، وبيطلب منه كلمة تعريف، بيحط له كلمة التعريف أو رقم، بيعطيه رقم تعريف، بيقول له نعم هذا هو، هذا هو الرقم، وبيتم الاتصال بين جهازين. العملية سهلة كثيرة. بعد الاتصال بالجهازين حنشوف قدامنا شو حيصير معنا بالجهاز بالكاميرا يعني، والإعدادات الموجودة. منلاحظ عنا هون انه البلوتوث مفتوح، محطوط عليه هو بالاصفر، محطوط عليه اشارة اون، بينما شبكة الواي فاي مسكرة. طيب اذا شغلنا البرنامج حالا، منشغل البرنامج ومنطلب منه انه يتحكم بالكاميرا ريموت فوتوغرافي، بيسألني افتح شبكة الواي فاي ولا ما افتحها؟ بقول له لا افتح شبكة الواي فاي. لما بقول له منلاحظ نحن كيف هلأ حتنتقل شبكة الواي فاي من وضعية الاوف الى وضعية الاون، يعني راح تفتح. بيطلب مني انضم لشبكة الواي فاي، انضم لشبكة الواي فاي وخلص صار تأمن الاتصال معنا بشكل جيد. هلأ تفتح الكاميرا وبين انا، طبعا ما في فوكس، يمكن على كل حال مو المشكله في فوكس ولا ما في فوكس. نحن عندنا هون البرنامج، في عندنا وضعيات التحكم اللي هي موجوده هون. عندي وضعيه البروجرام اللي هي الكاميرا بتتحكم بفتحه العدسه وسرعه الغالق بشكل اوتوماتيكي. عندي وضعيه الاس او شتر بريوريتي اللي هي أفضلية سرعة الغالق، يلي أنا بحط سرعة الغالق والكاميرا بتحط فتحة العدسة. لاحظ هون فتحة العدسة مقفولة تحت عنا بينما سرعة الغالق مفتوحة. ممكن أنا غير بسرعة الغالق والكاميرا بتغير بشكل أوتوماتيكي. طبعا غيرت سرعة الغالق وتغير بشكل أوتوماتيكي. طيب عندي هون، أنا هون أفضلية فتحة العدسة، كمان الكاميرا بتحط فتحة العدسة. نسيان الطاقية أنا وصلعتي مبينة، تمام أهم شيء الطاقية وصلعتي. طبعا هلأ عنا مبين بالتحكم إنه شو عم بيصير معنا. عندي هلأ هون وضعية المانويل اللي هي وضعية التعريض الضوئي اليدوي، اللي هي أنا مفترض حط فتحة العدسة وسرعة الغالب. هون أنا هلأ في وضعية الفوتوغراف مو بوضعية الفيديو. هاي عندي فتحة عدسة، طبعا يبدو أنه سرعة الغالق كتيرة، بدي خفض سرعة الغالق لتتناسب مع الوضعية الموجودة. تقريبا هم مقبولة سرعة الغالق وصارت الإضاءة لا بأس فيها. عندي كمان هم التحكم بتحكم بقيمة التعريض الضوئي exposure value، ممكن خفض قيمة زيد قيمة التعريض، بالتالي تفتح الصورة. عم تفتح؟ ما بعرف إذا عم تفتح. أوكي هلأ، وممكن نخفض قيمة التعريض الضوئي. في شيء ما عم تفتح بتوافق مع لأنه عم بيتسجل أو الإشارة راحت مفترض، لانه محطوطه مانويل. اما بحطها بشكل اوتوماتيكي، خلينا نحطها بروجرام، بنشوف قيمه التعريض الضوئي كيف تختلف. بنلاقي الصوره عم تفتح معي مع زياده قيمه التعريض الضوئي، صارت الصوره اوفر اكسبوجر. ممكن نزل قيمه التعريض الضوئي وتصير الصوره اندر اكسبوجر. طبعا لازم ارجع فيها لوضعيه الصفر.
عندي هون حساسية الكاميرا، بتحكم بحساسية الكاميرا، بحط درجة الحساسية اللي بريدها حسب الجو، خلينا احطها 800 حاليا. عندي هون التوازن الابيض، كمان ممكن اضبط التوازن الابيض عن بعد بشكل تلقائي اوتوماتيكي من هون، او بحطه بغير بوضعية التوازن الابيض، وعم تتغير، واضح انه كيف عم تتغير نسبتها، وما واضح ما عم تتغير باين، لا عم تتغير تمام. نرجع طبعا حطها توازن ابيض اوتوماتيكي. عندي تحت بالاعدادات انه هون نزل الصور للكمبيوتر، حمل الصور مو للكمبيوتر، للهاتف الذكي. ففي عندي اعدادين، اما انه صورة بقياسها الاصلي او صورة من 2 ميجا بكسل. فطبعا الهاتف ما بيتحمل كمية حجم كبير من الصور، لذلك بحطه ب 2 ميجا بكسل. عندي سيلف تايمر مالي فيها لايف فيو، طبعا اللي هو انه انا عم شوف حالي على الكاميرا، وطبعا الكاميرات الخالية المرآة اجمالا كلها لايف فيو. وضعية تانية اللي هي عندي وضعية الفيديو. هلا شغلت وضعية الفيديو، بتتشابه وضعية الفيديو بكتير أوضاع، إلا أنه في بعض الإمكانات اللي هي في أوضاع التعريض الضوئي مو فعالة. هون عندي فعال لوضعية الفيديو في وضعية التعريض الضوئي اليدوي أو في وضعية البروجرام. ممكن هلا هون إذا رفعت سرعة الغالق لنشوف شو بيصير معنا، وصغرت فتحة العدسة، هلا عم بيزيد الدبث اوف فيلد، لكن انا حطوت عندي حساسية الكاميرا محطوطة بشكل اوتوماتيكي، لذلك ما عم بيبين فرق، عم بيبين معي فقط انه عم بيختلف الدبث اوف فيلد او عمق الوضوح. نفس الوضعيات تماما، نفس الهاد الى اخره تمام. طيب ممكن نرجع نسكر البرنامج، سكرنا البرنامج هون، راحت الصورة. عندي هون الهاتف اللي هو الصور اللي التقطتها بالكاميرا ونزلت على الهاتف. طبعا هلا نزلنا البرنامج، سما في صور نزلت على الهاتف غير الصور السابقة طبعا. يعني الأيقونة الأخيرة اللي شكلها على شكل غيمة هي عبارة عن تطبيق من شركة نيكون بيخصص مساحة لحفظ الصور ب 2 ميجا بكسل، يعني صور مو كتير عالية الجودة لكن لا بأس بها، بخصص المساحة وهو اسمه نيكون ايمج سبيس. كمان انا بحاجة لنزله من الجوجل بلاي او من الابل ستور حسب الهاتف تبعي. هون بقول له ابدأ بتحميلهم، بقول لي استخدم الاثنين بهذا، بقول له استخدمهم كلهم. طبعا بده يطلب مني الاشتراك والباسورد وهالمعلومات اللي هي مفروض انا ادخلها مشان اشترك بالموقع. بعمل دخول، انا مسجل بشكل سابق بالموقع وبعمل عملية الدخول له، خلاص سجلنا عليه، وبروح بفتح التطبيق اللي هو نيكون ايمج سبيس. بلاقي انه صوري موجودة عليه لانه بالاول انا التقطت الصور. طبعا نيكون ايمج سبيس حلو كتير، انه انا ممكن اشوف الصور من اي مكان، من اي جهاز، من جهاز كمبيوتر، من الهاتف المحمول، من التابلت. بمجرد عملت دخول على الصفحة صارت الصور موجودة، او بمجرد كتبت عنوان نيكون ايمج سبيس وسجلت الباسورد وعنوان دخول الاسم طبعا، يعني صارت الصور ضمن متناول يدي في اي مكان، سواء على الجهاز الكمبيوتر او على الهاتف. وهون هلا انا عم شوف الصور يلي اساسا انا محملها من فترة على الهاتف،
ممكن بتلاقي بكل سهولة بتشوف كل الصور يلي انت مصورة في الفترات السابقة وحملتها على الكمبيوتر او على الصفحة. خلاص نيكون ايميج سبيس بتح لك امكانية انك تشوف كل الصور اللي التقطتها بالكاميرا من خلال برنامج سناب بريدج ونزلتها على الهاتف، وهو حملها من الهاتف للنيكون ايميج سبيس على صفحة نيكون ايميج سبيس. ممكن تشوفها من اي مكان ومن اي موقع بإضافة للمعلومات الخاصة بكل صورة بتاريخها ومكانها الجغرافي الى اخره. هون بنشوف نحن كيف عم نشوف الصور اللي انا ممكن التقطتها بفترة سابقة. هاي الصور ما عادت موجودة على جهاز الهاتف، هاي الصور موجودة على نيكون ايميج سبيس. في النهاية بتمنى انه يكون الفيديو حاز على اعجابكم، وبتمنى انه تشتركوا بالقناة وانه تحطوا اشارة الاعجاب وتشاركوا الفيديو اذا حسيتوا انه الفيديو مهم. كنتم مع عمر البحرة في حديث كاميرا.